ملي عمرك 15 سنه نخدم في كافيتيريا في حي التجاري مع اولاد زهير. فمن خدمت في دار السلام زاد وقت اللي هي كانت دار السلام قوائي ضمان اجتماعي قديمة برشا. نحن نسميه جدد قدم بالنسبة للقدم الأخرين. كنا ثلاثة نحن في الزونة ديارة. كنت أنا فهمت في راس البلاغجية والحي سلام اللي عنده الشباك وعمر قلوس اللي في راس المرة. خاطري بشياكل باش يتذوق هذاك ماهوش بشياكل باش يشبع. خاطر توا اللي طالعين الكل ماهمش ذواقة قليل توقع الذواق القدوم الكل ذواقة فهمت كلها تاكل توا باش تشبع. فما أربع كعبات ياكلوا باش يتذوقوا مش متاع كيما متاع قبلك اللي يتذوقوا. المكونات نتاعو من الفلفل وطماطم وثوم وملح وتابلو كروية فهمتني هذوما يتخدموا مع بعضهم. كنا قبل نخدموا بالصحفة بالتهريس كانت الصحف على بالوقت تقلي الفلفل قدام الكليون يتهرس نهرسوا الفلفل نحطوا له طماطم ونحطوا له تابلو كروية وشوية ثوم ويتهرس كله مع بعض والعظام تتخدم مع بعضها مش كل حد وعظمة كما هكا تتهرس كلها مع بعضها وفي بنة وفي نكهة شيء كبير. بالنسبة لمتاع قبل لدي الصحفة تو الصحفة ما عادش يحبوها تو يحب كل حد وعظم تو يحبوا هريسة مرحية معادهم طائبة كما نقولوا احنا يحبوا على المرحي يحبوا هريسة مرحية كما هكا. يمتاز بالفلفل والفلفل يبدأ يكون بها هي طماطم حاجة والفحل جيوني برشا أنا برايني خاصة قراوتنا نحن القراوة اللي عايشين برا يعني من السبعينيات من الثمانينيات توا خرجوا توا جيو فيا فلهنا جيوني هذوكم بالذمة وفما برشا برايني زاد جيوني